السلام عليكم. كان عندي كشاف زي اللي انتم شايفينه في الصورة، مكتوب عليه هو كشاف LED، مكتوب عليه 50 واط. الحقيقة الكشاف جيد وإضاءته يعني ليست سيئة، لكن اللي صار انكسر القزاز اللي عليه من الأمطار اللي جتنا أخيرا، طاح عليه شيء فانكسر، فصار يعني مفتوح، فالمطر ممكن يدخل فيه ويسوي مشاكل. فأنا قلت أستفيد من المكونات اللي فيه، واللمبة شغالة، الليد شغال، الدرايفر شغال. حقيقة هذا باور سبلاي، يعني تعطيه 220، يعطيك من هنا جهد جيد. طبعا البيانات اللي على هذه للأسف ما قدرت أشوفها، لأن الغرا الحراري هذا يبغاله حرارة عالية جدا عشان أفكه، فحاولت ما قدرت، فقلت بختبر الباور سبلاي هذا كم يعطيني جهد، وهل فعلا الليدات اللي هنا 50 واط. وهذا اللي سويته، جبت الحبيب هذا أنا أعشقه. هذا الجهاز رخيص جدا وفي إمكانيات جميلة جدا، اللي هو اليونيت تي. طبعا في أنواع كثيرة وموديلات كثيرة منه، لكن الميزة في هذا إنه في كلام ميتر ويقرأ AC وDC حتى للكرنت من خلال الكلام ميتر، وهذه أنا أشوفها ميزة ما هي موجودة في كثير من، في موجودة طبعا في أجهزة أخرى، لكن كجهاز رخيص متوفر تقدر تستفيد منه. ما هو موضوعنا الآن، هذا موضوعنا احنا خلينا نتأكد هل فعلا هذه الإضاءة، على فكرة هي ساخنة جدا، هي محطوط عليها، أنا ماني قادر أشيلها، لا الآن بردت، هي محطوط تحتها اللي هو الجريس الحراري هذا، زي يمتص الحرارة، يكون ما بين الشريحة، يعني يعمل زي الهيت سينك أو زي يمتص الحرارة، نفس هذا. هذا غرا، وأعتقد إنه غرا فقط، هذا ما له علاقة بالهيت سينك، بس غرا أو سيليكون قوي جدا. الفكرة لو تلاحظون هنا البوليريتي البوزيتيف والنيجاتيف حق الباور سبلاي هذا، ميزة في هذا الجهاز يقدر يقيس لي الأمبير بالدي سي بدون ما أقطع في الدائرة، يعني بعمل بالكلام ميتر يقيس لي التيار. لو تلاحظون هنا التيار 2 أمبير أو 20 أمبير أو حتى إلى 100 أمبير DC أو AC، وأيضا الجهد DC أو AC. فخلونا أول شيء، أنا عشان ما يعميني ويعميكم راح أغطي على الإضاءة بقماش أسود بالشكل هذا، لاحظ أنا مغطي عليه وراح تشوف إضاءته الآن كيف شديدة، واضح؟ فأنا راح أغطي عليه كمان، مع أني ما أبغى أغطي عليه لفترة طويلة لأن القماش ممكن يحترق من كثرة الحرارة اللي طالعة. وخلونا أولا نقيس الجهد، طبعا الباور سبلاي حيكون دي سي لأنه في هنا ريكتفاير، فحنحط على الفولت بالدي سي. طبعا هنا تقدر تغير اي سي أو دي سي، تمام، وهذا المؤشر على الدي سي على الفولت. فكل اللي حسويه، ما يهمني البولاريتيز لأنه هي اللي حتعطيني سالب ناقص، لكن مع ذلك حط الأحمر مع الأحمر والأسود مع الأسود. طيب أثبت يدي بس عشان القراءة تثبت معاه، الإضاءة مؤثرة على عيوني. لا الجهد، الآن الجهد 31.2، لاحظ. خليني أغطي عشان أقدر أقيس بشكل أفضل، لأنه صراحة مزعج في العين وأنا ألبس نظارة، فما ودي أن نشرحكم كهرباء ونطلع من الدرس هذا نروح لطبيب عيون. هذا هو الجهد 31.1، خلينا نقول 31. الآن خلونا نشوف التيار اللي بيطلع من
power supply وهو loaded يعني محمل بالإضاءة. فكل اللي عليه بفتح أول شيء لازم نغير على المفروض نغير على 20 أمبير، ثم بعد ذلك إذا كان القراءة يعني أقل من 2 أمبير ممكن إني أرجع ل 2 أمبير. هذا الأسلوب اللي إحنا نستخدمه غالبا في القياسات، دائما تستخدم القراءة الأعلى من المتوقع. فهذا الخط الأحمر اللي هو الزايد زي اللاين. خلينا نغطي الإضاءة، والله مزعجة. طيب طبعا في غلط أنا مسوي هنا، وأنا مختار AC لازم أحول على DC. الأمبير 1.5، فأقدر أنزل الآن على التدريج بدل 220 أروح على 2 أمبير لأنه أقل من 2 أمبير، بس لازم أرجع أعدل هنا إلى أنا حطيته على الأوم. طيب لازم نعدل هنا DC. هذا هو الفرق، إنه راح يعطيك ديجيت أكثر بعد الفاصلة. يعني أول كان في ديجيت 2 2 ديجيتس، الآن في 3 ديجيتس، يعني أعطيك دقة أكبر لكنه تقريبا هو 1.5 أمبير. تذكروا التيار الجهد كان 31 فولت، الأمبير 1.5. نشوف الحسابات كيف هتكون. نروح للآلة الحاسبة. طيب هذه الآلة الحاسبة أمامنا، احنا نعرف الباور هو عبارة عن التيار في الجهد في الباور فاكتور، ولكن باور فاكتور احنا راح نهمله بحكم انه هذا لود DC. ولكن حاب اذكركم انه ال LED الباور فاكتور حقها جدا منخفض، ما هو 1. فالفولت كان 31 والتيار 1.02. خلينا نكون دقيقين مرة، هذا هو الواط اللي طالع لنا وليس 50 واط زي ما مكتوب على اللوحة. إذا أنا أشوفه حقيقة مقبول نسبة إلى الجهاز هذا. الجهاز هذا ليس مكلف، أتوقع سعره أقل من 50-60 ريال، لكن يعطيني 46 أو تقريبا 46.5 واط. فهذه هي الفكرة، كيف تختبر أي جهاز عندك ببساطة، تختبر الواط. طولناها هوية قصيرة أنا عارف، بس حبيت أني قبل ما أرمي الجهاز هذا أشرح عليه. مع السلامة.